الاسوام عليهم الاسوام اللي بقاو السابل تاع الحوت والاسوام اللي زادوا ما قعد حتى حوت السوم اللي قعد دور يا حتى سكور حتى الانبار غلات حتى الانبار وقت اللي كان كيلو سورالي ب 2000 وب 3 تو ولا ب 7 وب 8 وب 10000 فرنك كيلو سكور سردينه ب 6000 فرنك 6800 ما فيهاش نورمال خاطر بكري كانت حتى بدينار دينار وب 500 فرنك الكيلو وب 2000 فرنك الكيلو تو تبدلت برشا 6800 6700 سردينه حره هي اللاتونه ذاك اللي كانت ما تباعش تو ولات ب 5000 فرنك فهمني سردينه حره قليله والحوت كله زاد فماش حوت قاعد هكا حوت كله نقص فما انواع تاع حوت ما عادش نلقاهم ما عادش موجوده في السوق فما كيما السفن ما عادش موجود السفن الحر كيما الليج الليج ما عادش موجود فهمني السوق كامل ما لقاش ما عادش فما الليج ما عادش فما ديش كعبه في تلقداش فهمني فما البش الليمون الخشين زاد قل برشا فهمني حوت كله قل راهو اما هذا من نوعين هذوما اللي عندك الليج والسفن ما عادش موجودين ديش كعبه في تلقداش فهمني التاجر فما ميسره كيما قبل على ما شفت على روحها ما عادش فما ميسره فمش حوت وقت الميسره فمش حوت ما عادش فما ميسره حتى وقت الشاوري ميسره الشاوري ما عادش الشاوري قليل السنه جا شاوري قنكه فهمني والخشين اللي جا التيلار ب 400000 400000 تيلار جا فهمني ما عادش فما ميسره حتى التاجر يلقى مشكل ما يودي حتى التاجر حتى الكريمه تشوف كش نظل نخلصوا فيه بالسيف والله ماشي الخدمه تبيك مشيت على روحها معناها كان التاجر قبل ربما في امور اخرين متفرع فما الحوت يخلص سكرية ومتفرع تو مع تو تعبت برشا تو والمواطن فما اقبال والله المواطن هكاك المواطن نقول لك المواطن الزوالي مش نقول لك فما ساعة تطيح حوت ترفع زوالي وتو الحوت كله غالي حوت زوالي فماش تو حوت زوالي انا مثلا نحب نشري فماش حوت زوالي ننصحك شو ننصحك ترى شاف حوت بحري غالي حوت بحري ب 30 ل 40 فهمني ها الحوت البحري هذاك حوت بحري مرة شوف الاسواق نتاعو لا بوري حوت امبورتي هذاك امبورتي البوري احنا بلاد حوت ونستوردو امبورتي البوري ولا الورقه المربي والقاروص المربي ظل مرخوف كاو مين نستوردو امبورتي فرنسا ايطاليا موريتانيا يعني احنا بلاد حوت ونستوردو نستوردو احنا معليش خليه يقول حوت قليل برشا ولا خليه برشا حوت يقوم تاعو كيفاش مش كيف حوتنا بن حوتنا بن برشا جاب يكعب سردينه بن منه يكعب سردينه حره بن منه شنو مش كيف مش فرد نكه جاب ايه اما حوتنا غلي انا كمواطن باش نشري الحوت فما حوت مربي وحوت بحري شنو الفرق؟ حوت مربي ورقه والقاروص هكا هو ذاك المربي هكا هو ذاك برك كيفاش تعرف؟ هاوك تعرف الظاهر هاوك حتى سومو حتى سومو هو ابيض مستبيض شويه على الوهن فهمت الاخر الورقه تظل مذهبه فهمني وهاوك سومو الورقه كيما هكاك تعمل 40 50 الف هذيك ورقه بحريه تعمل 40 50 الف والمربي مربي ب 24 وب 22 23 هكا المواطن العادي توا باش يختار بين الحم وبين الحوت يذول مع شقه فرد ودي كاش شويه سردينه وعندنا فما بوري على ب 12000 ب 11000 بوغا تاع ب 10000 فرنك فما فهمت كذا الطياب فما شويه حوت الواحد الفرق بعيد بين الحم وبين الحوت الصياده اللي يجيبوكم الحوت اكيد هما عندهم مشاكلهم على مستوى الشارع بالطبيعه عندهم مشاكلهم تو يعبطوا ثلاثه ولا اربعه ثلاثه بالفلوكه باش يطلع 10 كيلو حوت ايش باش يزازي 10 كيلو؟ ايه 10 كيلو حوت ايه وساعات وساعات 5 كيلو حوت تطلعوا فهمني اش باش يزازي زوز من الناس ولا ثلاثة من الناس في فلوكة قداش كان هو كان خير ربي قبل سيبيا برك طلعوا بال 40 50 كيلو بكري
سيبيا بر كانوا البحريه طلعوا 40 50 كيلو الفلوكه تي تو حتى طلع زوز كذا كيلو سيبيا 4 كيلو سيبيا ما تكفيش حتى شارج يا علاش قلت لك قل برشا الحوت عندنا وين ماشيين على مستوى يعني فكيش يعني تو حوت ما عادش موجود احنا عام العام اللي تعدى خير من الفوق عام ناور خير من السنة وتعام ناور خير من خير من عام ناور خير من السنة السوق هذه قلش فيه من واحد يبيع قلش فيه من بياع خير ربي خير ربي عائلات كلهم لما جي 50-60 عائلة ولا 70 عائلة والحاجة بيه في بنزرت أنه عن من أب من جد الأب معناها بطبيعة أنا بيلي خدمة عزيزي وبابا فهمني بكري 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 عزيزي وبابا لو عزيزي كان عايش راه عنده 120 سنة ولا 130 سنة هذاك زاد خدمة بوه خدمة عزيزه هذا خدمة زاد كيف كيف عائلات خدمة بوه خدمة عزيزه فهمني عائلات عائلات كلهم بارك الله فيك ربي يعيشك ربي يفضلك.